بالمدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة على تخرج الدفعة الثانية للمتصرفين الرئيسيين، والتي اختير لها اسم المجاهد ووزير الصحة السابق عبد الرزاق بحارة الذي وفته المنية في 10 فبراير من العام الماضي. وزير الصحة وعلى هامش حفل التخرج والذي عرف حضور وزراء وإطارات ومسيرين في القطاع، أكد أن المتخرجين الجدد والبالغ عددهم 75 متصرفا رئيسيا سيتم إدماجهم في القريب العاجل في مختلف المراكز الاستشفائية، ما من شأنه أن يعطي حركية ودفعا للقطاع الذي كان يعرف سوء التسيير والتنظيم. بعد ما كانت الإدارة الصحة تكون ممكن بعض الدفعات هناك وفي مستوى تاع الليسانس، اليوم لهنا المسابقة ليسانس زائد تكوين تاع عامين، تكون إدارة سامية يمشيوا في فترة قصيرة جدا يمكن يرتقيوا إلى مناصب عليا في الإدارة. ننتظر منهم من خلال ما أخذوه من علم من كذا أنهم يكونوا إضافة للإدارة باش التسيير إن شاء الله يكون في المستوى. من جانبهم أبدى المتخرجون ارتياحهم للبرنامج الغني والتكوين الذي تلقونه على مدار سنتين، والمتمثل أساسا في تحديث طريقة تسيير المستشفيات وتنميتها مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها النظرية الجديدة لإدارة المستشفيات. في المدرسة الوطنية للمانجمنت وإدارة الصحة قمنا بالتكوين لمدة سنتين من أجل باش نكونوا إطارات تسيير الصحي في السنوات المقبلة. كان ثمرة مجهود لمدة سنتين تطبيقي ونظري، استفدنا من هذا التكوين عدة معارف وعدة تطبيقات على الميدان. نحن نتمنى إن شاء الله نكونوا في حسن ظن الإدارة وحسن ظن المريض. المدرسة نتاعنا هذه فيها تكوين مدة سنتين، تكوين نظري حسب المعايير العالمية لتسيير القطاع الصحي، وجانب الكبير فيه جانب تطبيقي. وكما سمعتوا مقبلة معالي الوزير قال بلي يأملوا فينا إن شاء الله باش يكون هناك تغيير في الجانب الميداني، وإن شاء الله نكون في خدمة المواطن وخدمة المريض. وعلى أمل أن يصبح المتصرفون الرئيسيون الجدد عوامل تغيير في إدارة وتسيير المستشفيات في قطاع مريض، يبقى المواطن الجزائري يعاني في طابور الانتظار. حماية المدرسة هو حماية الوطن، إعداد جيل هو إعداد شعب. كان هذا